كل التحية ليك يا ابراهيم بعد انتهاء مباراة الزمالك واسوان بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء. يعني نعود الى التحليل مرة اخرى من الملعب. يعني جهاد برحب بيك من جديد. مباراة الزمالك واسوان 3 نقاط مهمة في توقيت صعب بالتأكيد لنادي الزمالك، ونضاي بيحرز هدف ايضا في هذه المباراة. اعتقد ان النهاردة شلبي بيبقى ليه دور مهم جدا في الزمالك، انسجم بشكل كبير جدا معاهم، نضاي بدأ يفوق وبدأ يبقى ليه خطورة وفعالية النهاردة. مباراة مهمة جدا الحقيقة خالد، وفوز مهم لنادي الزمالك ولمديره الفني اوزوريو. مباراة بترجع الثقة للفريق وللمدرب بشكل كبير، وهو لسه نقدر نقول في بداية مسيرته، وهو محتاج التأكيد على الثقة دي بمباراة هامة زي مباراة أسوان بعد الخسارة طبعا من الإسماعيلي في المباراة الأخيرة. وكمان الزمالك بيكسب لاعب جديد زي نضاي، بيسجل المباراة الثانية على التوالي وأدائه بيتحسن طبعا بعد ما كان جمهور الزمالك بيسأل بشكل كبير فين نضاي، نضاي ليه ما بيشاركش. بنشوف عناصر جديدة بتبتدي تدخل، وبصراحة المباراة النهاردة كانت فيها فرص كتير، بس في نفس الوقت حسيت ان اوزوريو يعني شاف لعيبه كتير وعرف ان هو يتعامل بحريه كبيره. اعتقد النهارده يعني ممكن نقول ان شويه لعيبه الزمالك بدات تتعود على طريقه اوزوريو في مباراه اليوم. هو بقى له فتره ماشي بسيستم معين في التشكيل او بالشكل رسمه الملعب، النهارده بدا يبقى في تفاهم اكبر، ولكن ما كانش في خطوره ايضا بالتحديد في الشوط الثاني من اسوان. يمكن اسوان كان ليها فرص كتير ضائعه في الشوط الاول، ولكن اختلف الشكل في الشوط الثاني. شايفه ان هل عدم وجود فعاليه هجوميه من اسوان خلى شكل الزمالك النهارده جيد في المباراه وقدر ان هو يفوز بالمباراه؟ صح، يمكن فرص اسوان الاخطر كانت موجوده في الشوط الاول يا خالد فعلا، وكنا بنتفرج على المباراه مع بعض وكانوا قادرين يستغلوا المساحه اللي ورا الباكين اللي اتكلمنا عليها قبل المباراه بشكل كبير. لكن بصراحه لعيبه الزمالك قدروا يقفلوا، بالذات لعيبه نص الملعب سواء رؤى او دونجا. رجعوا دونجا عمل مجهود كبير جدا في خط الدفاع الحقيقه، وقدروا ان هم يقفلوا المساحه دي. واضح ان هم بيسمعوا اوزوريو، واضح ان هم في تطور في ان هم بيفهموا الوظائف اللي هو طالبها تحركات اللعيبه كمان من المراكز. يعني الفكره مش المراكز، يعني هم كانوا سايبين في الفتره الاولى يمكن اول نص ساعه الضغط على الثلاثي الخلفي وبالذات حسام عبد المجيد، عشان كده شفنا فرص كتير لاسوان، ده ما شفناهوش في الشوط الثاني بشكل كبير. والاداء الهجومي برده لاسوان يعني قل بشكل كبير في الشوط الثاني. يمكن شلبي واحد من اللعيبه اللي قلنا عليهم مش بشكل مميز، في اكتر من اسيست بيعملوا الفتره الاخيره، عنده رؤيه جيده، عامل خطوره. يمكن خطوره الزمالك النهارده كانت مبنيه من عنده، هدف ملغي في الدقيقه 68 وزيزو كمان كان ليه هدف ملغي، الاثنين كانوا اوفسايد. بس الاثنين صراحه النهارده شفنا منهم نشاط كبير، شفنا كمان فرصه خطيره لسيف الجزيري كانت راسيه خطيره امام المرأة في الشوط الثاني. بس برده خليني اقول لك ان فكره التحرر اللي عند الثلاثي دي كانت جيده بشكل كبير النهارده، وكان في مسانده جيده جدا من شيكابالا ونضاي لما كانوا موجودين في الشوط الاول، عملوا مجهود كويس جدا في الدقائق اللي لعبوها. اتكلمنا قبل المباراه ان كابتن ايمن الرمادي بيعتمد دايما على تشكيل ثابت عنده، بيلعب محمد حمدي زكي في مركز الهجوم، بيأدي بشكل جيد النهارده، ما ظهروش بالشكل الامثل في الشوط الثاني. نزل ديلسون زي ما قلنا وخلى حمدي رجع تاني كطرف، وديلسون كان مهاجم صريح، ولكن برضه دون وجود يعني خطوره كبيره. شايف ده راجع لابراهيم ان اسوان بتمسك كره جيده. شفنا احمد خالد بيسدد، وشفنا ولاعيب مهاري احمد خالد صح، وشفنا عماد اعتقد لاعب نص الملعب عماد فتحي بيسدد، وشفنا محمد حمدي زكي بيحاول في المساحات اللي كانت موجوده. لكن هم لما ضغط عليهم واتقفلت المساحات اللي كانت موجوده في النص ساعه الاولانيه في الزمالك ما شفناهمش بشكل كبير برضو يا خالد. ويمكن بعد تغيير ديلسون انا توقعت ان يبقى في نشاط اكبر مع سن حسام عرفات، يمكن ان هو يعني غيره في وقت مناسب، لكن ديلسون واضح ان هو لسه ما رجعش لكامل مستواه. ولكن اسوان فريق قادر ان هو يحافظ على ثباته وعلى يعني ان هو يكون بيحاول لحد اخر دقيقه الحقيقه، وفريق مميز جدا مع كابتن. هل اسوان النهارده كان بيفتقد السرعه في الهجمات المرتده اكتر من كره، وفي كان في كوره هجمه مرتده ممكن تبقى انفراد، ولكن في بطء شويه في الاداء؟ عنده مشكله في الفنش بشكل كبير، ان هو برده بيعتمد على محمد حمدي زكي فقط هو اللي بيسدد، فلما بيكون مش موفق في اللمسه النهائيه بيكون عندهم مشكله. وعندهم مشكله كمان في نص الملعب في فكره الربط بين الخطين، وده اللي بيعمل بطء شويه في الهجمه بالذات الهجمه المرتده، واللي شفناها اكتر من مره بينفذوها النهارده. اخيرا قبل ما اختم معاكي، الزمالك عنده الداخليه في طلائع الجيش، ماتشين هيكونوا صعبين جدا في الاسابيع القادمه، شايفه ده ازاي؟ وطبعا الزمالك دلوقتي بيحارب وبينافس على المركز الثاني اللي يتواجد فيه دوري ابطال افريقيا الموسم القادم. الزمالك عنده داخليه وبعده طلائع الجيش. الزمالك عنده 46 نقطه دلوقتي بعد الفوز النهارده، هو لسه مازال في المركز الرابع. اعتقد ان الزمالك محتاج يفوز بالماتشين دول، يعني مفيش هيبقوا صعبين لان الفرق ديت بتحاول تهرب من الهبوط، ومنافسه ايضا على المركز الثاني المؤهل لبطوله دوري ابطال افريقيا الموسم القادم، منافسه صعبه جدا.
ما ينفعش تضيع برضو مع الفرق اللي في المراكز الاخيره، فده هيبقى عليه ضغط كبير مع الزمالك. اخيرا مين من اوف ذا ماتش من وجهه نظرك الشخصيه؟ هو دونجا اللي اخدها. دونجا كان مميز جدا الحقيقه، ويعني اعتقد اللعيبه كلها كانت مميزه، ما كانش في حد يعني ملفت بشكل كبير مختلف، لكن اللعيبه كلها دي يعني جيد جيد. بشكرك جدا. شكرا جدا خالد. شكرا لك.